شكرا للزميل خالد ياسين، الشكر كذلك موصول لضيفي، والتقدير دائما وابدا لمشاهدي قنوات بي ان سبورتس في كل مكان. ودائما وابدا كما اعتدنا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم في كل شيء، فبسم الله نبدا. ومرحبا واهلا وسهلا بالجميع من خلال هذا اللقاء في ارضيه ملعب الكامب نو، في المباراة التي تجمع برشلونة في أرضية ميدانه مع فريق أتلتيك بلباو، الفريق الضيف القادم من إقليم الباسك إلى أرضية كاتالونيا، إلى ملعب الكامب نو هنا في هذه المواجهة في الجولة رقم 29 من منافسات الليغا. البارس كبيرا جدا، وحاليا هو الفريق الذي يمتلك السلسلة الأكبر من الانتصارات أو عدم الخسارة ما بين أندية الدوريات الخمس الكبرى. يبدأ بالقدم اليسرى ليونيل، يبحث كرة أمامية ملعوبة خطيرة جدا، لكن حارس المرمى كيبا يتصدى للكرة الماضية وللمحاولة الماضية ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الميدان، تصل إلى ركلة ركنية أولى. يتقدم باكو الكثير، كرة فيها محاولة إبعاد في السما ميس، وتعادل إيجابيا هنا بهدف لهدف. كرة بها محاولة ملعوبة، المحاولة في منطقة الجزاء إلى ألبا، عرضية كرة في المرمى، جول يصنع ألبا من جديد ويسجل باكو الكثير. الكثير يسجل، يضع كرة في المرمى، لا يتأخر البارسا كثيرا، وبأقدام باكو الكثير يقدم القليل القليل مما يستحقه البارسا وجماهير البارسا. الكثير يسجل بعد ثنائية في شباك أشبيليا، في سجلها في نتي برشلونة، وهو مطلب لكل الفرق، كرة بتسديدة قوية جدا تأتي عن طريق باولينيو، لكن في أحضان حارس المرمى. هنا كرة فيها محاولة تصل إلى ميسي في منطقة الجزاء، يلعب الكرة لكن عند حارس المرمى كيبا، كيبا يتصدى. قلت بأن هذا هو كبيرهم الذي علمهم السحر لميسي، كرة تصل من جديد، ميسي يسدد يا كيبا، كيبا يتصدى، أولى أبعد الحرة الثابتة، ثانية تصدى للقطة الماضية بالانفراد، ثالث يبحث عن التقدم إلى ديمبلي، إلى ميسي، إلى كرة الجزاء عثمان، ديمبلي يلعب الكرة العرضية الماضية، لكن أيضا تغطية أولى في منطقة الجزاء، وصلت إلى كوتينيو. إلى مواطنة كوتينيو في منطقة الجزاء، إلى ألبا، إلى من؟ إلى من؟ إلى صدور في منطقة الجزاء، واستمرارية لعب ولوسي، إلى من؟ إلى عثمان، ديمبلي في منطقة الجزاء، والكرة بعد ذلك مرات كما ذكرت مع أوساسونا، أو حتى بعد ذلك مع اللاعب المقابل لفريق أتلتيك بلباو. كرة أمامية ملعوبة خطيرة جدا الآن، ديمبلي يتمنى في بلباو أن يسجل الانتصار في أرضية ميدان الكامب، انتصر فيها البارسا وحافظ على نظافة شباكه في ستة في منطقة الجزاء البرازيلي. ديمبلي، ديمبلي خلص له، وصلت لمارسيل عثمان، ديمبلي عرضية على مشارف في منطقة الجزاء، تسديدة، يسجل البصمة تأتي، لا خوف، نعم لا خوف مهما ضاعت الفرص، سيأتي الوقت الذي يهزم فيه ميسي حراس المرمى. يسجل في اللقطة الماضية، يضع كرة بالقدم اليسرى في شباك الحارس كيبا، في شباك أتلتيك بلباو في كل المسابقات، كرة في منطقة الجزاء، ميسي لمسة إلى باولينو في منطقة الجزاء، كوتينيو، الله الله الله، من باولينيو إلى كوتينيو، هذه تقدم معزوفة تعلن عن أن المتعة والإبداع لا